تقبلوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كده من سحايا هذا سلاسل. قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدقا. سمعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول دفنا سمينا عن البادية حضرة الازهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتغي السوس وتصدق بما بغي. فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون في سحاياهم.